أبرز ما جاء في الصحف اليوم، نبدأ من صحيفة الأخبار حيث عنونت نكسة حكومية لبنان إلى الفراغ الشامل. خلافا لكثير من الانطباعات التي سادت صباح أمس بأن الأزمة الحكومية صارت على بعد ساعات من الحل، أكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن التعقيدات لا تزال على حالها، وكشفت أن الساعات الأخيرة من الاتصالات لم تصل إلى أي نتيجة إيجابية في إيجاد مخرج يجول أو يحول دون استمرار السقوف العالية التي يطرحها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. بل على العكس، فإن البوادر التي لاحت من زيارة ميقاتي لبعبدة ومن ثم كلام باسيل بعد اجتماع تكتله النيابي أكدت حصول انتكاسة حكومية جديدة بعد توقف الوساطة التي عمل عليها حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الأسبوع الماضي. كشفت مصادر معنية بالتفاوض أن باسيل أصر أمس على موقفه، وأن المشكلة الأساسية العالقة تتعلق بموضوع الثقة، فقد سأل ميقاتي الرئيس عون خلال الاجتماع إن كان التيار سيعطي الحكومة الثقة، فأجاب عون بأنه لا يضمن ذلك، وانتهى الاجتماع. ستبقى الأنظار متجهة إلى ما ينوي ميقاتي فعله، وخصوصا أن حزب الله قام بتدوير كل الزوايا الممكنة مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني والرئيس نبيه بري والنائب وليد جملاط لتسهيل عملية التشكيل، بينما كان هناك معتكفا عن القيام من هو كان هو معتكفا عن القيام بدوره كرئيس مكلف. لم يعد أمام ميقاتي ذرائع باسيلية يمكنه الاختباء خلفها، مع أن الرياض وحدها هي التي تمارس الضغوط عليه، إلا إذا كان الفرنسيون يقولون الشيء وعكسه، إذ إنهم يؤكدون دائما تفضيلهم وجود حكومة لحين انتخاب رئيس الجمهورية. وعليه يقول مطلعون إن علاقة الحزب مع ميقاتي أمام منعطف خطير، حيث لا يمكن أن تستمر كما هي عليه منذ سنوات في حال مضي الأخير نحو سيناريو الفراغ الموجه أولا وأخيرا ضد الحزب، ولا يدفع ثمنه سوى عموم الشعب اللبناني. بينما أكدت مصادر رئيس الجمهورية أنه وقع استقالة الحكومة الميقاتية، والأمر يرتبط الآن بنشر الاستقالة وتعميمها على الدوائر المعنية ليتصرف الوزراء والنواب العونيون على أساسها. نبقى مع الأخبار وعنوان جديد، جاد غصن ينافس رازي الحاج. إلى جانب الطعن المقدم من النائب السابق فيصل كرامي أمام المجلس الدستوري، والذي يعد وفقا لمصادر مطلعة من بين الطعون الأهم التي تتطلب إعادة فرز لعدد من صناديق الاقتراع، تشير المعلومات إلى أن الطعن المقدم من المرشح جاد غصن ضد النائبين رازي الحاج المقعد الماروني وأجوب بقردونيان أرمن أرثوذكس في المتن الشمالي يؤخذ جديا. وفي هذا الإطار تجري إعادة فرز أكثر من 60 صندوقا، وإذا ما تم قبول الطعن سيفقد الحاج مقعده لصالح غصن، فيما يخسر بقردونيو مقعده ليفوز به مرشح القوات على هذا المقعد آرا بردكرجيان، إلا في حال قرر المجلس إعادة إجراء الانتخابات على المقعدين، ما يوجب اعتماد القانون الأكثري. نبقى مع صحيفة الأخبار، ماذا كتب عبد الله قمح الصادق وياسين وفنج إلى تكتل البخاري؟ سريعا جاء تموضع النواب التغييريين وضاح الصادق وياسين ياسين ورامي فنج ضمن تكتل نيابي جديد قد يكون قيد التشكل، إذ حضر الثلاثة غروب الثلاثاء لقاء استضافه النائب فؤاد مخزومي إلى جانب النواب أشرف ريفي، نبيل بدر، بلال الحشيمي، أحمد الخير، وليد البعريني، عبد العزيز الصمد، عماد الحوت، محمد سليمان، إيهاب مطر، وعبد الرحمن البزري. أراد سفير المملكة كتلة نيابية فنالها من دون حاجة إلى الإعلان عنها رسميا، إذ يكفي الاجتماع والتنسيق على خيارات محددة ومطلوبة ما دامت ثقافة الكتل أثبتت عدم جدواها وقصر عمرها. وباستثناء البزري، ما يربط النواب الـ13 الآخرين خصومتهم لحزب الله ورغبتهم في تشكيل حالة سنية سياسية من خارج تيار المستقبل تجير للراعي الخليجي وتضع حدا لما يسمى التشتت السني. لا ينفي أحد المشاركين أن إحدى رسائل اللقاء تستهدف رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على خلفية الاستهداف السعودي له والرغبة في تأسيس حالة بديلة تقوم على الخدمات التي تقدمها المملكة عبر النواب وتشمل المناطق السنية كافة. العشاء انفض على اتفاق على عقد اجتماعات أسبوعية متنقلة
وعلى إنشاء جروب واتساب للتواصل والتنسيق في المواضيع المهمة، كما اتفق على تشكيل لجنة تنسيق بين النواب تعتمد معيار التمثيل المناطقي. وفيما لم يتطرق النقاش إلى الاستحقاق الرئاسي حتى نضوج الظروف، لم ينفي بعض من حضروا لقاء أن أحد أهدافه حجز مقعد على طويلة الحوار العتيدة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري. ننتقل الآن إلى الشرق الأوسط. ماذا كتب محمد شقير لليوم؟ إنجاز عون الموعود بترسيم الحدود البحرية مع سوريا يتبخر. تورط رئيس الجمهورية ميشيل عون في إشكال سياسي مع النظام السوري بسبب اختياره التوقيت غير المناسب بإفاده وفدا رئاسيا إلى دمشق للتباحث مع المسؤولين السوريين في ترسيم الحدود البحرية الشمالية بين لبنان وسوريا، خصوصا أنه تفرد بإرساله من دون التنسيق مع القيادة السورية لأن اتصاله بالرئيس بشار الأسد بقي في العموميات، كما يقول مصدر وزاري بارز للشرق الأوسط. لم يتطرق هذا إلى التفاصيل، ومنها رغبته بتكليف من ينوب عنه لفتح ملف الترسيم البحري، وهذا ما دفع بوزارة الخارجية السورية إلى تصدير رسالة لنظيرتها اللبنانية تعلمها فيها بأن الوقت غير مناسب لمثل هذا اللقاء. فالرئيس عون تفرد في إفادة وفد رئاسي إلى دمشق من دون إعلام القيادة السورية بوصوله اليوم، كما كان يفترض وكأنه بحسب المصدر الوزاري في غربة عن المزاج السوري، ما تسبب لنفسه بإحراج هو في غنى عنه. يتوقف المصدر الوزاري أمام التوقيت الذي اختاره عون لإفاده الوفد الرئاسي إلى دمشق، والذي يأتي مع وصول الوسيط الأمريكي أموس هوكستين إلى بيروت لتسليمه نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وكأنه يتوخى أن يتلازم ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا مع الاتفاق الذي أنجز بوساطة أمريكية. ويقول بأن مجرد الربط بين هذين الترسيمين للحدود يطرح أكثر من علامة استفهام لدى القيادة السورية، وصولا إلى التعاطي مع بدء المفاوضات اللبنانية السورية وكأنها مطلوبة لتسديد فاتورة سياسية للولايات المتحدة. يضيف بأنه كان يفترض بعون الاستعانة بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بما لديه من خبرة في التعاطي مع الإدارة السورية. وينفي المصدر الوزاري ما كان تردد بأن قيادة الجيش نأت بنفسها عن إلحاق ضباط من ذوي الاختصاص في الترسيم البحري بالوفد الرئاسي، مشترطة بدء ترسيم الحدود البرية بين البلدين، ويؤكد أن لا ضرورة لضمهم إلى الوفد طالما أن مهمته سياسية. استكمالا لهذا الموضوع ننتقل أيضا إلى أساس ميديا، حيث كتبت ملاك عقيل: الترسيم مع سوريا أصعب من إسرائيل. صحيح أن زيارة الوفد اللبناني لدمشق لم تلغى بل تم تأجيلها، لكن قرار التأجيل لأن الوقت غير مناسب وفق الخبر الذي أوردته وكالة رويترز، والذي لم يلقى أي تعليق من الجانب السوري، يرقى إلى مستوى الإلغاء حتى إشعار آخر. مصدر مطلع اختصر تطورات الأيام الماضية بالقول: الغريب أن تقبل سوريا استقبال الوفد وليس العكس. في الوقائع، أدى سوء الإدارة وقصر النظر إلى تخيل حصول استجابة سورية فورية مع مطلب رئاسي معجل مكرر تجاوز الكثير من البنود العالقة. يتحدث مطلعون أيضا عن ثمن يطلبه بشار الأسد للجلوس إلى طاولة التفاوض البحري، وعن استياء سوري من استبعاد دمشق تماما عن ملف الترسيم البحري مع إسرائيل، ومن التجاهل الرسمي الكامل لوجود آلاف السوريين ممن لا يعلمون شيئا عن مصير ودائعهم، ولا يتبرع أحد في الدولة اللبنانية بتقديم تفسير لما حدث، وعن أن سوريا لن تقبل بعد الآن تعاطي لبنان معها من تحت لتحت. يقول أحد المخضرمين في ملف العلاقة مع دمشق: العقل السوري مخيف، واللعب معه ليس نزهة، خصوصا بعد تجاوزه الحرب التي دارت على أرضه. وقد لا يكون هناك مبالغة في القول إن الترسيم مع دمشق قد يكون أكثر صعوبة من مفاوضات الترسيم مع العدو الإسرائيلي. أبعد من ذلك، علم أساس أن وزير الأشغال علي حمية المحسوب على حزب الله سجل اعتراضه أمام مرجعيته السياسية على تركيبة الوفد، رافضا أن يكون الوزير المعني الأول بملف الترسيم البحري تحت أمرة نائب، أي الياس بو صعب لا صفة تقنية ولا قانونية ولا تنفيذية له. من جانب حزب الله، جرى استيعاب الخطوة الرئاسية الناقصة والمرتبكة وفق معادلة لن ندخل بصدام مع الرئيس عون في آخر أيام رئاسته.
نختم الصحف اليوم مع الموقع الإلكتروني لبنان ديبيت، حيث عنوان هذا ما سيحصل في الشارع المسيحي الأحد المقبل. تكثر السيناريوهات عن خروج رئيس الجمهورية ميشيل عون من قصر بعبدة بعد انتهاء ولايته الرئاسية في 31 الجاري، ولكن الثابت أن انتقال الرئيس عون من بعبدة إلى منزله في الرابي سيتم وسط مواكبة حاشدة وسلسلة احتفالات شعبية. بدأ التيار الوطني الحر الاستعدادات الميدانية لها وفق برنامج خاص يستمر طيلة يوم الأحد المقبل. تسجل مخاوف جدية من احتكاكات في الشارع المسيحي على وجه الخصوص ما بين مناصري عون ومناصري خصومه السياسيين في المناطق التي سيمر بها موكب رئيس الجمهورية، وذلك في يوم انتقاله من بعبدة إلى الرابي، حيث تحدثت معلومات عن أن القيادات السياسية والحزبية المعارضة قد عممت على مناصريها ضرورة عدم الاحتكاك مع جمهور التيار البرتقالي مهما كانت الأسباب. وفي هذا السياق أكدت مصادر قيادية في القوات اللبنانية للبنان ديبيت أن القوات تميز حتى حدود الفصل بين الموقف السياسي، وهو حق لكل فريق سياسي بأن يعبر عن موقفه بشكل واضح وصارم.